فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تخصيص أيام للعزاء كأن يجتمع في بيت أو في استراحة ويحضر الأكل والشرب في هذه التجمع؟ لا دليل على ذلك، بل هذا أمر مبتدع وأمر فيه تكاليف وإضاعة للوقت وإضاعة للمال وتعطيل للأعمال، كل هذا هذه الأمور كلها لا تجوز. والعزاء لا يتطلب أيام أو جلوس، العزاء كما لقيت أخاك المصاب تعزي أو تتصل عليه في الجوال أو التلفون تعزي، ما فيه تكاليف ولا فيه. نعم.